الثلاث جاي على دوزيام غادي يكون عندكم موعد مع برنامج المغامرات المفضل جزيرة الكنز. مرة أخرى شخصيات كثيرة اجتمعت في الجزيرة من أجل واحد الهدف نبيل، والسؤال المطروح هو شكون هما هاد الشخصيات؟ الجواب دابا. إشارات باش تعرفوا على الشخصية الأولى اللي غادي تشارك في مغامرة جزيرة الكنز ثلاث بالليل. السلام عليكم، بلا شك بغيتوا تعرفوني شكون أنا. أنا ممثلة مغربية ولكن متسطحة. المعلومة الثانية، لعبت واحد الشخصية اللي كانت كتعجبني بزاف، سميتها صوت الغاملة. عجبا لكم كا ولا ما كا؟ إيوا لقيتوا الجواب. بدي عاصنا هجي، وأنا كنت فرحانة حيت شاركت في برنامج جزيرة الكنز. الشخصية ديالنا هي الممثلة الكوميدية بديعة سنهاجي اللي تألقت بشكل كبير في السلسلة الكوميدية ديما جيران، وما نساوش الحضور ديالها في مهرجان الضحك بمراكش مع جمال الدبوس. بديعة غادي تدخل الفرحة والضحك على الجو ديال المغامرة في هذا الفريق الجديد. دوختني بزاف دوختني. ودابا إشارات باش تعرفوا على الشخصية الثانية اللي غادي تدير كل ما في جهدها ثلاث بالليل على الجزيرة. السلام عليكم، بغيتو تعرفوا شكون أنا؟ أنا رياضي مغربي. إذا ما عرفتوني عطيكم معلومة ثانية، أنا سبيسياليتي ديالي هي فنون الحرب. عرفتوني ولا مازال؟ معلومة الثالثة، أنا 12 مرة بطل العالم في الفول كونتاكت والكيك بوكسينغ. إيوا عرفتوا شكون؟ ها أنا مصطفى الخصم. غادي يكون معنا الرياضي الكبير مصطفى الخصم، بطل العالم في الفول كونتاكت والكيك بوكسينغ بزاف المرات. مازال ما ساليناش. مع بديعة ومصطفى غادي يكون معاهم ناصر بن عبد الجليل، أول مغربي وصل قمة الإيفريست. واش غادي يقدر يوصل الفرقة ديالو للقمة؟ وبالإضافة النجوم ديالنا غادي يكون معاهم كذلك كنزة وعادل، مشاركين اللي جاوا باش يدعموهم حتى الآخر. دابا عرفتوا الأسماء ديال المشاهير اللي غادي يشاركوا في الحلقة الجديدة من جزيرة الكنز. شعار هذا البرايم الرياضة والمغامرة. ما تفلتوش هذا الموعد ثلاث بالليل على دوزيام.